الذهب يا ريشينيرو في سمعكم باسيتيرو ثم الذهب يا بين 4 و 6 ديسمبر يعني دور البارح الى غايه اليوم وفد جزائري في مشى لامريكا باش يتفاوض مع الامريكيين حول التعاون الثنائي الجزائري الأمريكي في مجال الدفاع كما جاء في موقع وزارة سفارة أمريكا بالجزائر. اللي يقود الوفد الجزائري هو جنرال ماجور منير الزاهي، ومع الجانب الأمريكي نائب كاتب الدولة الأمريكي للدفاع بالنيابة للقضايا الأفريقية السيدة جينيفر زاكريسكي. يعني هذا كان تمثيل على مستوى عالي. السفيرة الأمريكية في الجزائر نقلت حتى هي لواشنطن وحضرت الاجتماع والسفير الجزائري في أمريكا ما حضرش، ولكن حضر من ينوب عنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الجزائرية عبد الحميد إزغلوش. وحضروا ممثلين من وزارة الدفاع الوطني الجزائري ومن وزارة الدفاع الأمريكية. الأمريكان جابوا معاهم ثاني في وزارة الدفاع نائب رئيس الدائرة الأمريكية للتجارة باش يبيعوا لهم السلاح. نقاش دار حول مشروع بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين الجزائر والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وإمضاء هالبروتوكول بداية سنة 2024. الوفدين تكلموا على السلم في منطقة شمال أفريقيا، وتكلموا طبعا على قضايا عسكرية أخرى وقضايا بحرية وقضايا فيما يخص الإنترنت ومواجهة الإرهاب. وطبعا الجزائر عندهم الإرهاب شيء والأمريكان عندهم الإرهاب شيء آخر. وكذلك المعدة تبادل المعلومات. برنامج كبير حضروه الأمريكان للوفد الجزائري ويقولوا لهم احنا رانا حابين نديروا صفحة جديدة مع الجزائر ونخرجوا باتفاق وين الجزائر تعود تعمل تمارين عسكرية مع الأمريكان وتعود ثاني تشري السلاح على الأمريكان. دونك هذاك الميزانية اللي داروها تاع 21 مليار ونص تاع السلاح تعرفش تروح للروس، نصها ما يروحش للروس، الأمريكان بيحقوا، إنه فرنسا تدي، ألمانيا تدي، الأمريكان يلزموها ثاني يدي.
كذلك المعلاة في المجال الأمني يكون فيه ثاني اتفاق، المجال الأمني فهو تبادل المعلومات زي واش راح تمد معلومات الأمريكان غدا على 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 روحها برك، لأنه الأمريكان في التعامل يقول لك قل لي واش دور هذاك واش يدير هذاك واش كذا، مثلا يلحقوا الانتخابات الرئاسية يقولوا شكون اللي راه ممثل تاع الجيش، شكون اللي راح نديرو، لازم يعرف من قبل، يعني على بالهم بلي ما كانش انتخابات، مش يعرفوا شكون اللي راح يتعين. الجزائر راح يردوها خدام من حزام، العصابة خدام من حزام عند الأمريكان. الأمريكان الآن راح يبسط نفوذه الجزائر اللي راه شغل تتعامل مع الأمريكان، مع الأمريكان نكاية في الروس، الروس اللي ما خلوناش ندخل بريكس وما عاونوناش، حنا درك نمشيو مع الأمريكان. هذا هو المنطق العريا، ما عندهم لا سياسة لا دبلوماسية لا حساب لا والو، لا قاسنا ندير إكيليبر توازن، ما كان والو، نمشي الروس ما دخلنش البريكس، تبهدلت قدام الشعب ديالي، ضليت نبين بلي البريكس راهي حاجة كبيرة، غير قالهم تبون أنا ما عادش يهمني البريكس، خلاص ما يحبوش ندرو ندخلو لوطر، أمريكا نبينو حاجة كبيرة، ما ربي سهل عليك. هذا التعاون الوفد الجزائري اللي مشى لروسيا قعد يعني مدة ثلاث أيام لكات سانك سيس أربعة خمسة ستة وهما يحذروا ويتفاهمون، ده يتسمى عمل جدي، ثلاث أيام من جماعة قاعدين يوجدوا في هذا البروتوكول هذايا تاع التعاون، واللي باش تمضى في شهر بداية 2024 يعني جانفي فيفري. أمريكا هالمرة معولة توضع الجزائر تحت جناحها، تستغل فرصة غضب الجزائر على الروس. دا من جهة شفنا ذو كيف الجهة العسكرية، نشوفوا الجانب السياسي، لأنه أمريكا كي تجي تصاحب الجزائر ودير معاها تعاون عسكري راهي كل عام عند هذاك الأسد الإفريقي هذاك يجوا يعملوا تمارين في المغرب ويعملوها في الأقاليم الجنوبية تاع المغرب اللي أمريكا تعتبرها وتعترف بها كأنها أراضي مغربية. الجزائر طبعا تشكت تخاف، تشكت العصابة طبعا ماشي الجزائر العصابة تشكت، إيه تتعامل معايا اتفاقية عسكرية ونديرو كذا ومن بعد تروح دير تمارين مع المغرب مع تونس مع الأفارقة مع كامل عند الحدود تاعي وما تعرضنيش ندير معاك. نارا أمريكا خمولها، شوفوا واش داروا بعد الفاصل.